حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم باذن الله كما كتشوفوا معايا على طاوله العمل غادي ندير لكم واحد حليوه ديال لاكريم. هذا اليوم يوم مميز بالنسبه ليا البنات، لان اليوم عيد ميلاد زوجي الله يخليه ليا، خليه تاج فوق راسي يا ربي، ويخلي لكم كاع الازواج ديالكم. فقررت ندير لي حليوه ديال لاكريم كما قلت لكم، وبما انها ما عنديش في القناه وهذه مقاديرها مضبوطه وسهله اقتصاديه، هانتوما ان شاء الله غتجربوها ونتمنى تعجبكم. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، غندوزو مباشره للمكونات ديال هذه الوصفه. بالنسبه للجينواز ناجحه 100% البنات وسهله، كنحتاجوا لها 5 ديال البيضات حجم هذا متوسطه البنات، يكونوا خرجناهم من قبل ما يكونوا بحراره الغرفه. كنحتاجوا لها 166 غرام ديال الدقيق و 166 غرام ديال السكر سنيدة. كنحتاجوا لها قبصه تاع الملح، وكنحتاجوا ملعقه ديال الفانيليا بودره. هذه يمكن لكم تستغناو عليها الا ما بغيتوش ديروها او تنسمو باي حاجه كتبغيو. انا متوفر عندي البودره تاع الفانيليا، درت ملعقه صغيره. هذه بالنسبه للجينواز. بالنسبه للبنات لاكريم باش غادي نديروها لداخل، فغادي نحتاجوا 150 غرام ديال كريم شانتيي. انا البنات كديرها في ساشي ودخلتها للمجمد باش تبرد، 150 غرام. وغنحتاجوا تقريبا 200 مليلتر ديال الحليب بارد، بارد جدا، حتى هو كديرها في المجمد. ها هو بكاس العنبه كما كتشوفوا، كاس وربع، او الا ما بغى عندكمش الكيسان 200 مليلتر هذه ديال لا شونتي لا كريم او الكريمه اللي غنديروا لداخل. انا خيرت النكهه هنا عندي الروح تاع اللوز، بقات عندي شويه بغيت نكهها بها. نتوما ماشي ضروري ما تقيدوش مثلا بهاد الاشياء ديال باش تنكهي او تنسمي، او كل واحد يدير اللي عنده، او لا ما عندكمش يمكن لكم تحتفظوا بها هكا. بالنسبه باش غادي نسقيها البنات، عندي نسقي لا جينواز بطبيعه الحال، عندي نصف كاس تاع سكر سنيده وعندي كاس تاع الماء. ونسيت باش نحط شرائح ديال الليمون الحامض البنات، غادي نقطع شرائح. المهم غتشوفوا معايا ديك المراحل، لانني انا اصلا ما حطاش الاشياء تاع التزيين كلهم. هنا غادي نحتاجوا البنات باش نديروا اون غاناش تاع الشوكولات، غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الشوكولات. هذا البنات انا شاريه من ليدل، ها هو البنات مكتوب فيه الغراماج هنايا، الدوزاج كما كتشوفوا 10 غرام، فخديت 150 غرام مع كاس صغير تاع الحليب. انا ما عنديش كاس صغير، درت نص كاس تاع العنبه باش غادي نذوبهم وندير لاكاناش. والمهم الاشياء ديال التزيين راه غتشوفوها معايا فيغيا ميزيون ان شاء الله، بخطوه بخطوه كما كنقولوا. اول حاجه البنات غنبدا بها هي الشونتي ديالي، غادي نطلعها باش غنديرها في المجمد للاشاره فقط. البنات الاناء اللي غندير فيه الشونتي غادي ندخلته للمجمد باش يخرج بارد، باش يساعد ليا، عفوا باش يساعد ليا لا كريم ديالي شونتي باش تبقى شاده راسها. غنتوكلوا على بركه الله. لا انا غادي ندير الكريم شونتي ديالي في الروبو بمساعده هاد لافوي هادي. غنجيب البودره ديال الشونتي غنزلها مباشره، وغادي ندير عليها كاس وربع تاع الحليب، وغادي نديرها الدوره البنات. بسم الله غندير ليها الدور بسرعه البنات، بسرعه باش تطلع ليا بسرعه. البنات هنا راه قربات كما كتشوفوا، بلاتي غنحيد لكم هانتوما شفتوا هاي شاده راسها. في هاد الاثناء البنات غادي نزيد هاد النكهه تاع اللوز، ولا درتو هاد الروح تاع اللوز ما تكتروش بزاف لان كتعطي المروره. هذه كنصيحه بالنسبه للمبتدئات، انا اصلا ما بقاش عندي بزاف كما كتشوفوا، عندي واحد نصف ملعقه صغيره هكاك صافي. غادي نرجعها البنات كما كتشوفوا، هو الاناء يلاه جابده من الثلاجه باقي مضبب بارد. هنا الكريمه كيفاش كتعرفوها واقفه، ملي كدير هاد
تقمقيمه ما تضحكوش عليا هكا. فهذا هو اللي غادي نخدم به لا كريم، وهو اللي غنخدم به لا جينواز. غادي نحطو حتى نغسلو، وغادي نجيب سبتولا وغادي ننزل هاد كريم شانتي ديالي كما كتشوفوا راه واقفه. غادي ننزلها وغندخلها للثلاجه، ماشي المجمده، البنات الثلاجه على ما توجد لينا لا جينواز. تعرفوا خصها تبرد، خصنا نسقيوها. مهم انا غادي نديرها باش تشد راسها في الثلاجه مزيان، ونغسل هادو ونرجع باش ندير معكم لا جينواز. من بعد ما كملنا لا كريم شانتي ديالنا، درتها في الثلاجه ماشي في المجمد، غطيتها بابي سيلفوريزي وخليتها. دابا غنبداو على بركه الله لا جينواز مع بعض. هاد لا جينواز ساهله واقتصاديه بزاف. ناخذ خمسه البيضات اللي خرجنا من قبل من الثلاجه بطبيعه الحال. بسم الله غادي نديرهم. انا راه متاكده من البيض ديالي، داكشي علاش البنات ما كنفيريفيش، ما كنقلبوش. هاد الحليوه غادي حتى بالنسبه للبنيات المبتدئات سهله، المراحل ديالها ماشي بزاف. كملنا المرحله الاولى ديال الشانتي، دابا غادي نديرو المرحله ديال لا جينواز. غادي نجيب 166 غرام ديال السكر سنيده بطبيعه الحال، وغادي نجيب قبسه ديال الملح اللي كتعدل لينا لوغو الذوق ما بين الملح والحلو، وغادي ندير لافاني صافي. وغادي نخليها تخدم، غنخليها تطرب مزيان حتى كنتحصلوا على واحد الرغوه ثقيله، ماشي جاريه البنات، رغوه ثقيله. كما كتشوفوا البنات ها هي خلطت البيض، ها هي الرغوه ثقيله كما كتشوفوا، ما كتنزلش بسهوله، شفتوا ثقيله، لان الا خليتوها اكثر من القياس غتولي لكم جاريه. فاحنا الهدف ديالنا انها تكون شويه ثقيله. مهم غادي نفضي هاد الاناء هنايا نخويه. ها نتوما البنات شفتوا ثقيله، غنزلها هنايا باش نخدم قدامكم باش تشوفوا. هذه اسهل جينواز على الاطلاق صافي. غنزل كاع الكميه اللي عندي. في هاد الاثناء غادي نبدا نزيد في الدقيق البنات، 166 غرام ديال الدقيق اللي مغربل، ضروري يكون مغربل، كنزيدو بشويه بشويه بهذه الطريقه هذه وبهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنخلطو هكا باش ما نهبطوش البيض ديالنا. كتحاولوا معها حتى كتدخلوا الكميه ديال الدقيق كامله، 166 غرام. هذه كتجي خفيفه ومهشهشه كما كنقولوا هشيشه. فالمهم انا باش ما نطولش عليكم اكثر من هكا في الفيديو، غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الدقيق ونرجع ان شاء الله نتلاقى معكم. صافي البنات، هنا من بعد ما كملت تاكدت بانني دخلت ليها كاع الدقيق، غادي نجيب المول اللي غادي ندخل الفران. دهنته بالزبده ودرت ليه بابي كويسون كما كتشوفوا، دورتو على الجوانب ودرته حتى لتحت باش جينا العمليه سهله. من الاحسن البنات نهزو يدينا الفوق باش ندخلوا ليها الهواء بهذه الطريقه هذه. الفران ما شعلتوش البنات، غندخلها فران بارد، عاد ندير ليها درجه الحراره 180. كتاخذ مده الطهي ديالها البنات من 20 حتى ل 25 دقيقه. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم الفور ديال الضو كما انا عندي الكتريك. بالنسبه للناس اللي عندهم الضو تاع عفوا الفرن تاع الغاز، لازم درجه الحراره تكون نازله وتشعلوا عليها من التحت تقريبا 120 او 130 درجه حراره باش كطيب على خاطرها. المهم هنا كما كتشوفوا
حطيتو مغزل غادي نخبطها بهذه الطريقه باش تستوي لي على سطح واحد بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. ودابا غادي ندخلها للفران. طيب كما قلت لكم ملي توصل 20 دقيقه ضروري ندخل واحد الكيغدون او اي عود هكا نثقبها ندير لها ثقب نشوف واش باقا خضراء اولا طابت ليا. بحال تما ما طابتش كنزيدوا ليها من 4 حتى 5 دقائق وتردوا معها البال بزاف. انا غندخلها ونرجعوا للمرحله الاتيه. انا دخلت لا جينواز الفران. دابا غادي ندوزو نوجدوا السيرو مع بعض. غادي ناخذوا كاس تاع الماء بسم الله غنديروا معاه نصف كاس تاع السكر سنيده وغادي نخلطوا حتى نذوبوا السكر شويه. غادي نديرو يغلى على نار هادئه ماشي مجهده البنات. صافي حركت السكر مزيان غادي نشعل عليه النار. هنا كما كتشوفوا وجدت شرائح ديال الليمون ولكن ما غاديش نضيفهم دابا تتبقى لي واحد 3 دقائق او 4 دقائق باش نطفي على السيرو عاد غادي نزيدهم. مهم ها هو كيغلى. هنا السيرو ديالي البنات غلى كما كتشوفوا ها هو غلى ليا مزيان. بقات لي تقريبا واحد 3 دقائق غادي نطفي عليه او 2 دقائق ما كاملينش. غنجيب هاد شرائح الليمون. انا بغيتو يكون مركز داكشي علاش درت 4 الشرائح وانتم كيبقى حسب الذوق. صافي غادي نزيدو 3 ديال الدقائق نطفي عليه نخليه تيبرد نحيد منه ديك شرائح الليمون ونديرو في واحد البول. بالنسبه لاجينواز راه قربت تخرج بقات لها تقريبا 10 دقائق. كما كتشوفوا البنات خرجت لاجينواز من الفران قلبتها بمساعده ديال هاد الكيغدون. كما كتشوفوا دخلته تل داخل خرج ليا ناشف يعني طابت. هنا السيرو هو وجد خليته كيبرد. من المهمه البنات جدا بان لاجينواز ما تقطعوها ما تمسوها حتى تبرد تماما تماما البنات. هذه نصيحه بالنسبه للبنيات المبتدئات فانا غادي نخليها تبرد وعاد نرجع لكم. كما كتشوفوا البنات حيت ليها هذاك بابي كويسون من الجوانب باقي ما حيتوش ليها من التحت هو لان مازال ما بردتش وحيتو لها من الجوانب غير بشويه. ها هي ديموليتها كما كتشوفوا. وجدت هذا اللي غادي ندير فيه المونتاج. دابا غادي ندوز معكم واحد الحاجه بغيت نشير ليها البنات. خاص لا جينواز تكون بارده والسيرو يكون بارد تماما. هذه قضيه خصنا نكونوا متفقين عليها بالنسبه للبنيات المبتدئات. هنا درت الكاسرونه ديالي غادي ندير فيها هاد نصف كاس تاع الحليب غنخليه حتى يدفى البنات وغادي نزيد عليه الشوكولاط باش نوجد لاكاناش ديالي باش حتى هي تبرد ليا تماما لان خص كلشي يكون بارد. المهم انا غادي نتسنى عليه تيسخن ونضيف ليه الشوكولاط. صافي هنا الحليب سخن كما كتشوفوا غادي نجيب الشوكولاط وغادي نزلو مباشره نحاولوا نقطعوا هذا الشوكولاط هذا 150 غرام. صافي وبمساعده ديال السباتول كنبقاو نحركو حتى كيدوب دغيا كيدوب ملي كيكون الحليب سخون. انا هذه الطريقه ديالي وكل واحد الطريقه ديالو البنات. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم. صافي كنستمر بحال هكا كنحركو ها نتوما كما كتشوفوا الشوكولاط قرب يدوب. هاد الكاناش كتجي لذيذه بالحليب كتعجبني. كاين اللي كيديرها كذلك بالكريمه السائله وما كنحتاج ندير ليها لا زيت لا والو. ها نتوما كما كتشوفوا في هذيك لابغيونس هذيك اللمعه راها كاينه. صافي كنستمر بهذه الطريقه غير غيدوب ليا هاد الطرف تاع الشوكولاط اللي بقى صغير وغادي نحيدها غادي نحطها في واحد زليفه حتى هي باش تبرد ليا تماما. بهكا كنكونوا وجدنا الكاناج وجدنا السيرو وجدنا لا جينواز. البنات كما كتشوفوا من بعد ما بردت ليا لا جينواز ديالي قسمتها لثلاثه ديال الطبقات كل طبقه هكا كما كتشوفوا رقيقه. هنا جبت البياس اللي غادي نخدم عليها او الاناء اللي غنخدم عليه درت ليه هاد بابي كويسون مجناب باش كي نكمل ليها التزيين ديالها تجيني ساهله باش نحيد باش ما يتوسخش ليا الاناء اللي غنقدم فيه. فهاد الاثناء غادي ندير اول حاجه البنات غادي نشد لا جينواز ديالي الطبقه الاولى غادي نسقيها مزيان
بهذا السيرو اللي صوبناه مع بعض، ضروري تسقيوها مزيان بهذه الطريقه. كتسقيوها وهي كتشرب. هاد الحليوه راه ساهله كما قلت لكم، وكتجي لذيذه، ممكن لكم ديروا فيها اي ذوق بغيتوه نتومايا. صافي انا هنا راني سقيتها مزيان، خصها ضروري تسقى باش تشرب. صافي هنا خرجت، واش كيبان لكم البنات؟ غادي نحاول نديكالي شويه. قطعتها بمساعده ديال هاد السكين، الاسنان تاعو كل منشار منشار، شفتوا؟ باش تجينا سهله ويكون كبير اللي كياخذ ليا كاع المستوى تاع لا جينواز. هنا وجدت الكاوكاو باش غادي نزين، ها نتوما غادي تشوفوا معايا هكا من الاحسن غتكون واضحه لكم اكثر. هنا خرجت الكريمه ديالي من الثلاجة، غادي نحاول نقسمها على ثلاثة طبقات البنات من الأحسن باش ندير، حيت أنا قسمتها على ثلاثة وانتم يمكن لكم تقسموها كما بغيتو. راه شادة راسها كما كتشوفو. صافي وغادي نحاول نطليها على الواجهة كاملة على مستوى واحد. علاش اختاريت هذا الاناء نخدم به؟ لان كيدور البنات، كيساعدني كيسهل العمليه. اللي ما عندوش هذا الاناء الله غالب يدير غير بطبيسيل ويبقى يدور بجهه بجهه. انا ما بغيتش نقطعها، عندي هذيك القطاعه البنات ديال الحلوه، ولكن فضلت باش نقطعها بالموس، لان ماشي كلشي الناس متوفر عندهم هذيك الاله. ويمكن لكم كذلك تقطعوها بالخيط الا بغيتو، كاينين الناس اللي كيقطعوها بالخيط. مهم انا درت السكين لان السكين متوفر في اي بيت. صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنقادوا ليها الواجهه ديالها ضروري على مستوى واحد بمساعده هذه السباتولا بطبيعه الحال. طبقه ديال لاكريم نتوما اللي كتختاروا البنات، واش ديروها سميك السم يعني السمك تكون عاليه بزاف، اولا بحال هكا كما بغيت انايا. المهم انا مشيت على حساب الكميه اللي عندي ديال الكريمه. غادي نحاول نسرحها. بهذه الطريقه هذه الجوانب كذلك. كما كتشوف صافي هذه الطبقه الاولى كملناها، غنزيد عليها طبقة ثانية. بهذه الطريقة هذه وغادي نسقيها نفس الشيء، ونعاود ندير كريمة ديالي ونكمل حتى للطبقة الثالثة. مهم ضروري ما تسقيوها مزيان البنات، هذه العملية ضروري. وكنظن ما كيلاش نطول عليكم اكثر من هكا، لان الطبقات اللي درنا نفس العمليه غادي نكروها. نسقيوها مزيان كريمه، نعاودوا الاخرى ونتلاقى معكم كي نكمل الطبقه الثالثه باذن الله. بالنسبه للطبقه الثالثه البنات غادي نحاولوا نديروها على هذا الوجه، هذا الوجه اللي محمر. صافي شفتوا حتى السيرو جاني قد قد سبحان الله العظيم، قال لي القياس تاع الطبقه الثالثه. صافي غنستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم باذن الله. صافي البنات كما كتشوفوا كملت كاع الطبقات. هنايا من الفوق درت ليها شويه ديال الكريمه، جبت هاد كاوكاو عندي محمر مقلي ومحمر، دورته بهذه الطريقه بالنسبه للبنيات المبتدئات. ما بغيتش نطول عليكم اكثر في الفيديو بحال هكا، وكنبقاو ندورو حتى كنعمرو جنيبات مزيان. وعلاش كنديرو هاد الكاغيط؟ باش يبقى لنا الاناء اللي غنقدمو فيه كيبقى لينا نقي. المهم انا دورت ليها كاع الجوانب كما كتشوفوا، اللي كيبان ليا خاوي كنزيد نعمر فيه بهذه الطريقه هذه.
غادي ندير ليها دابا لا غاناش من الفوق تاع الشوكولات اللي درناها مع بعض. لا غاناش ما خصهاش تكون قاسحه، خصها تكون شويه جاريه كما كتشوفوا. يمكن لكم غير تميلوا هكا الاناء، شفتوا بحال الطريقه هذه حتى تسرح كامله، اولا يمكن لكم تستعملوا لا سباتول ودوزوها بهذه الطريقه حتى تعطيوها الواجهه كامله بهذه الطريقه هذه. غادي نزيدوا الشوكولات. هاد المقادير اللي عطيتكم البنات راه مضبوطين. مهم انا غادي نكمل ندير ليها لا غاناش من الفوق، وغادي نزينها بهادو لي سوريز كونفي، زين كيبقى اختياري، وغادي ندخلها للثلاجه حتى تشد راسها شويه، لان انايا غادي ندير مفاجاه للزوج ديالي للعشاء. يعني من هنا منين نبغي نقدمها عاد نتلاقى معكم ان شاء الله في الطبق النهائي. حبيباتي احبائي، هذا هو الشكل النهائي او التزيين اللي درت للتورته ديالنا اليوم اللي درنا مع بعض. كما كتشوفوا تزيين بسيط، درت لها كاوكاو في الجناب، ودرت لها هادو حبات تاع لي سوريز هكا دايرين، وزينتها كذلك بالكاوكاو لان الزوج ديالي من عشاق كاوكاو. فانتوما ما تقيدوش، زينوا باي حاجه بغيتو، بغيتو بالكريمه او بغيتو بالشوكولا فيرميسل، كاينين بزاف ديال الاقتراحات للتزيين. البنات ما نقدرش نقطع لكم منها باش تشوفوها من الداخل حتى ندير مفاجاه للزوج ديالي، وان شاء الله منين نقطعها غادي نخلي لكم الصوره في اخر الفيديو. كنتمنى وللاشاره فقط البنات قبل ما نختم معكم، هاد لا جينواز وصفه فرنسيه البنات، كما كتشوفوا ما فيهاش الزيت، ما فيهاش الزبده، ما فيهاش خميره ديال الحلوه. عندها غنقطع لكم الشكل ديالها، غتشوفوا كتجي زوينه وكتجي لذيذه. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والى عجبكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، اشتراك في القناه ديالي، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، واللي ما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الا عجبكم بطبيعه الحال، فضلا وليس امرا كتشجيع لي القناه باش نعطيكم ما اكثر وما احسن. غادي نشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله.